بدأت بلدية مدينة خرفكان اليوم بتفعيل خدمة المواقف المدفوعة مقدماً وتطبيقها في مدينة خرفكان في عدد من المواقع الحيوية في عروس الساحل الشرقي. واليوم زميلنا عمر أحمد بيعرفنا أكثر على تفاصيل هذه الخدمة من خلال زيارته للمدينة في الفقرة الآتية، لنتابع ولنعود. أسعد الله أوقاتكم ويا مرحبا بكم معانا في مدينة خرفكان. اليوم هو اليوم الأول لتطبيق الرسوم على المواقف العامة في هذه المدينة، ونحن موجودين عشان نجرب معاكم هذا الجهاز وكيفية حجز المواقف والدفع من خلال الجهاز أو من عبر رسائل النصية القصيرة. تعالوا خلونا نشوف هذه التجربة. الخطوة الأولى أول ما توصل لهذا الجهاز هي الضغط على زر ابدأ، ومن بعدها ننتظر حتى تظهر لنا القائمة الأولى. تظهر عندنا 7 إمارات وأيضاً الدول الشقيقة مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. مصدر لوحتنا هي إمارة الشارقة، وبعدها نختار إذا كانت خصوصي أم أجرة أم غيرها من المركبات، نختار خصوصي، وبعدها نختار رمز اللوحة، بعدها نختار رقم اللوحة 10171 تأكيد، ثم الضغط أيضاً على كلمة تأكيد، نختار مدة ساعة واحدة بقيمة درهمين، والآن نضع العملات المعدنية في المكان المخصص لها. مثل ما تشوف الحين يظهر لك التاريخ، تاريخ المغادرة، وأيضا الوقت بالساعة، وعندك اختيار طباعة الإيصال أو عدم طباعة الإيصال. ننتظر حتى وصول الإيصال من هذا المكان. وهذه هي الطريقة الأولى لاستخدام المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة خرفكان. الآن راح نجرب معاكم طريقة أخرى وهي باستخدام الرسائل النصية القصيرة. الطريقة الثانية تقدر تحجز فيها الموقف وانت جالس في سيارتك. بداية تروح للرسائل النصية وتكتب 5566 موافق، بعدها تروح إلى كتابة الرسالة النصية. بداية الخطوة الأولى هو مصدر اللوحة SHJ إمارة الشارقة مسافة، بعدها رقم السيارة 10171 مسافة، رمز مدينة خرفكان KH مسافة، عدد الساعات اللي حابين تتوقفون فيها في هذا الموقف العام، وبعدها إرسال الرسالة النصية، ومن ثم يصلكم رسالة التأكيد على هذا الموقف. والحين من بعد ما شفنا معاكم كيف الخطوات الصحيحة لحجز المواقف العامة في مدينة خرفكان الخاضعة للرسوم، تقدرون تستمتعون بالأماكن السياحية اللي تزورونها في هذه المدينة الجميلة. ونذكركم بأن اليوم هو اليوم الأول لتطبيق الرسوم على هذه المواقف، فاستخدموها بالطريقة الأمثل، وأيضاً باستخدام هذه الأجهزة أو الرسائل النصية أو غيرها من الطرق لاستخدام المواقف العامة في مدينة خرفكان. نشوفكم على خير ومع السلامة. نشكر الزميل عمر أحمد على هذه الفقرة. في الحقيقة وجود المواقف الخاضعة للرسوم في المنطقة الشرقية ووجود هذه الفقرة كذلك الآن، يعني كما شرحها زميلنا عمر بطريقة وضع أو الآلية الخاصة بهذه المواقف الخاضعة للرسوم، إن كان عن طريق طباعة الإيصال أو حتى عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو حتى الرسائل النصية القصيرة. كل الشكر لك زميلي عمر على هذه الفقرة المميزة. ما زلنا مستمرين أعزائي المشاهدين في برنامج حديث المساء، وما تزال أنشطة وبرامج صيفك ويانا وفعالياته مستمرة في المنطقة الشرقية، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة وأجندة حافلة من ورشات العمل والبرامج النوعية التي تستهدف جميع النشأ من الفئة العمرية من أبناء المنطقة الشرقية. واليوم زميلنا وديع محمد بيطلعنا على آخر مستجدات البرنامج في ناشئة كلباء في الفقرة الآتية، ولنا عودة.
يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا من مدينة كلباء وبالتحديد في مركز ناشئة كلباء. اليوم متواجدين لننقل لكم برنامج صيفكم ويانا ونتعرف على الرياضات الممتعة اللي يوفرها مركز الناشئة لكافة الناشئين والمنتسبين في هذا البرنامج. خلكم معنا. احنا برنامج سيفك ويانا اخذنا العديد من البرامج والانشطه مثل كره القدم والسباحه، وبصراحه البرنامج وايد استمتعت بوجودي في هذا البرنامج، فحاب انصح الناشئين في تجربه هذا البرنامج، ولانه بصراحه يعني يغطي صيفك ويساعدك على اخراج الطاقه السلبيه. اخترت كره القدم لانها المناسبه لي، لاني مبدع فيها واحبها يعني من الصغر، واعرف يعني العبها وكل ربعي يلعبوا فيها في المجال فاخترته. كل فريق فيه 11 لاعب، وكل فريق فيه يعني مدافعين وحارس وهجوم، وانا اختار الوسط لاني احب اكون في النص بينهم، وكل ما نفوز نحتفل يعني احتفاليتنا الخاصه. ايضا مشاهدينا الكرام، من خلال برنامج صيفكم ويانا هناك رياضه السباحه. هذه الرياضه قبل ما يقوموا الناشئين ببدء ممارسه هذه الرياضه يجب ان يقوموا بممارسه تمارين الاحماء، ومن ثم تعلم الاساسيات داخل المسبح من النفس والحركه. أكثر رياضة أحبها هي السباحة، ونشاط جسمي يكون دائماً في السباحة، وأحبت أي طفل يشارك بالسباحة، وناس ما تشوفون وايد أولاد موجودين، فتعالوا أنتوا ويانا تستمتعون أكثر. يهدف مركز ناشئة كلباء التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من خلال برنامج صيفكم ويانا إلى تأهيل كافة المنتسبين وتعريفهم بكافة الرياضات وأيضا البرامج الثقافية وتأهيل جيل جديد من القادة والمبتكرين. الحقيقة البرامج الرياضية والصيفية متنوعة في إمارة الشارقة، ونشكر الزميل وديع محمد على هذه الفقرة، وكذلك ننتقل للزميل محمد النقبي. مشاهدي الكرام، وما زال ضمن برنامج صيفكم ويانا الذي أطلقته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فقد نظم ناشئة خرفكان رحلة سياحية لمنتسبيه لأهم المعالم السياحية والترفيهية والتراثية التي تشتهر بها عروس الساحل الشرقي. وزميلنا محمد النقبي يأخذنا إلى هذه المنطقة وهذه الجولة، نتابع. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من مركز ناشئة خرفكان التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وما زالت فعاليات صيف ويانا مستمرة، وبرنامج اليوم تحت عنوان ذاكرة في خرفكان، بنعيش وياكم أجواء هذه الفعالية.
ذاكرة في خور فكان عبارة عن زيارة الأماكن السياحية والتراثية في المدينة، يتعرف من خلالها المنتسبين على تاريخ الأماكن العريقة، والجولة مع الباحث في التراث محمد خميس النقبي. والآن خلونا نبدأ جولتنا. الجولة تتضمن زيارة إلى سد الرفيصة وقرية نجد المكصار ونصب المقاومة وغيرها من الأماكن التراثية والجميلة في المدينة. طبعاً يوم خطفينا الأستاذ محمد خميس عبر جولة على مدينة خور فكان، تعرفنا فيها خلال الجولة على تاريخ المدينة وفسر لنا بعض الأحداث اللي صار في اللي صارت فيها. حابين نشكر مركز نشيط خور فكان بالتحديد ومؤسسة ربع قرن على كل ما قدمه من برامج وفعاليات صيفية خلال هذا الصيف. عزيز البداية يعطيك العافية، وفي الختام بعد ما وصلنا في نهاية الجولة السوق القديم، بالحقيقة أنا استفدت قبل لا يستفيدوا اللي هم منتسبين للبرنامج أهمية إعطاء هذه المعلومات لجيل النشأ. طبعاً هذه المعلومات مفيدة جداً لجيل النشأ، لأنها راح تندثر لولا أنها ثبت معلومات فيهم جديدة ويزاد معارفهم في هذا البلد المعطاء. طبعاً الثقافة أيضاً ما موجودة عند أي واحد، يعني إلا الشخص اللي مثلا بذل جهد طويل وأيام طويلة وسنين حتى اكتسبت هذه المعارف الكثيرة عنها. فأنا أحب أن أهديها لأبنائي الناشئة حتى يكون إن شاء الله مخلدة تتوالد فيهم، تتوارث مع الأيام في هذا البلد المعطاء. وطبعا حتى إذا جاءهم زائر أو ضيف يدلوا معلوماتهم وهو صغير عارف، وطبعا هم بهذا السن هو عليه أن يجمع هذه المعلومات، ولما يكبر إن شاء الله يكون عنده ثروة كلامية كبيرة جدا. وصلنا إلى ختام تغطيتنا من فعاليات برنامج صيفك ويانا لهذا اليوم، والبرنامج يقدم مجموعة حافلة من الأنشطة المتنوعة التي تعود وتحقق الفائدة والمتعة من خلال تنوعها. انتظرونا إن شاء الله في فقرة قادمة. مع السلامة. حقيقة برامج متنوعة تحرص عليها المراكز والأندية في المنطقة الشرقية لإثراء أوقات المنتسبين فيها. إذا ما زلنا مستمرين في برنامج حديث المساء. علاقة الطفل بأبويه من أهم العلاقات التي تشكل حياته، لذلك يجب أن تكون صحيحة وقائمة على المبادئ والتوجيهات السليمة المليئة بالحب والاحترام والاهتمام. ولكن إن كان لديك طفل عنيد فهي ربما من الصعوبات والتحديات التي قد تواجه بعض الآباء، فكيف لنا أن نوجه سلوك أبنائنا ونخلق حواراً من بيننا بعيداً عن العناد والتوتر في هذه العلاقة؟ وفي هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن تكون معنا عبر خاصية الاتصال المرئي الدكتورة عزة بنا، اختصاصي الطب النفسي. مساء الخير. مساء النور. أهلاً وسهلاً. أهلاً دكتورة. أهلاً بحضرتك. إذن دكتورة، الحقيقة هناك أمهات وأباء يحاولون قدر الإمكان أن يقوموا سلوكيات أبنائهم، لكن كل منهم طريقته الخاصة في التربية. اليوم نناقش معك دكتورة عزة موضوع العناد لدى الأطفال أو حتى الأبناء بشكل عام في أي مرحلة عمرية. ففي البداية لو نعرف ونمر على تعريف العناد، ما هو العناد؟ فالعناد هو ظاهرة طبيعية،
يعني ده شيء غريب طبعاً، الأمهات أو الأبوين يستغربوا، لكن هي فعلاً ظاهرة طبيعية بتعبر عن الاستقلال. يعني إيه؟ يعني الطفل بيمر بمراحل عمرية، المراحل دي بيكون فيها مرحلة من المراحل في سن من سنتين إلى 3 سنوات بسميها مرحلة تكوين الذات أو الأنا، بمعنى الأوتونومي أو مرحلة الاستقلال والاعتماد على النفس. في المرحلة دي بيكون الطفل مفهومه عن الأنا، بيبتدي ينفصل عن الأم تدريجياً وبتدي يحس بنفسه، وبتدي عايز يكون نفسه، عايز يحس إن له رأي، عايز يحس إن هو مش تابع للأم، ولا عنده رغبة في التصرفات بطريقة معينة بدون ما يتدخل حد فيها، وبالتالي بيرفض الأوامر وما بتعجب اللي ما لا تعجبه، وده بيعتبره الأهل عنيد. لكن هو في الحقيقة دي المرحلة الأوتونومي أو مرحلة الاستقلال أو الاعتماد على النفس، دي مرحلة طبيعية تماما عند كل الأطفال. نعم. القصة بقى هنا بتبتدي من بعد السنتين، يعني قبل سنتين ما فيش عناد. ليه؟ لأن العلماء وجدوا أن قبل السنتين بيكون الطفل لسه مرتبط بأمه ارتباط قوي جدا، فهو اللي بتأكله وبيعتمد عليه اعتماد كلي، ولسه ما بيكونش مرحلة الأنا، يعني أنا شخص منفصل عن الأم، دي ما بتحصلش إلا بعد 3 سنوات. طيب العناد دوت يا إما يكون عندنا نوعين، بقى دخلنا بقى في حتة تانية، هو بيكون الأنا دلوقتي كون شخصيته، فبيجي عندنا نوعين من العناد، عناد إيجابي عناد سلبي. العناد زي أي شيء، زي الحزن زي القلق، في عندنا مثلا برضو قلق إيجابي وقلق سلبي، كذلك العناد. العناد الطفل أصلا العنيد أو المتمسك برأيه طفل ذكي، طفل عنده نشاط كتير، والخبراء لقوا إن النشاط الإيجابي دوت له دور كبير في تنمية مهارات الطفل، ودي أول خطوات الاعتماد على النفس والاستقلالية. طول ما الطفل في الحدود الآمنة ديت، إن هو بيحاول إن هو بيكون شخصيته، بيحاول يكون رأي، بيحاول يبتعد شوية ويعتمد على نفسه، طول ما هو في حدود آمنة، وإحنا عندنا في النفسية أي شيء في الحدود الآمنة خلاص أوكي بيبقى تمام، ما فيش فيه مرض ولا شيء، يعني معنى كده إنه إيجابي. لكن لو زاد عن حده زي أي شيء تاني بينقلب ويبقى ضده. زي إيه مثلا؟ يبتدي الطفل يصر رغم إن أنا بقنعه، هو مصر على رأيه رغم إن أنا بحاول أقنعه، وبيصر على عدم التراجع، ده هو العناد السلبي. نعم. يبقى كده إحنا عرفنا العناد إنه مرحلة طبيعية وبتبتدي بعد 3 سنوات، وعرفنا إنه نوعين، يا إيجابي يا سلبي. نعم. إذن دكتورة عزة، تعرفنا على التعريف الخاص بالعناد وكذلك أنواعه، لكن لو نفصل، هل هناك مؤشرات معينة بأن هذا الطفل، عندما تقول بأن الأم طفلي عنيد، متى تقول بأن هذا الطفل عنيد؟ هل هناك مؤشر معين دكتورة؟ هو بداية لازم نعرف إن الأطفال، في بعض الأطفال مش كلهم ولكن بعضهم، بيتولدوا فيهم صفات العند، وبعض الأطفال لا، اللي فيهم صفات يعني هو بيتولد كده، بعض الأطفال اللي هو زي مثلا الكمبيوتر، ما نقول مثلا إيه built in by default، يعني هو مولود كده فيه الغلطة دي، في حتة يعني عفوا الكلمة مش غلطة، ولكن هي يعني في صفة العند. طيب هنا صفة العند دي بتبقى شكلها عامل ازاي، او ليه الام بتتلخبط، هل ابني عنيد ولا هو بيكون شخصيته وله شخصية قوية من يوم ما اتولد؟ لان الطفل ده بيميل دايما الى التساؤل، يعني كل شوية يسأل، كل شوية بيتمرد على القواعد، كل شوية بيحاول ان هو صوته يتسمع، بيحاول انه يشد انتباه الام والاب، فعايز يكون مستقل، هو لسه بيحاول ان هو يبقى مستقل، فعايز يرفض الام والاب اللي بيملوا عليه كل شيء. صعب ارضاء الاطفال دول لانهم اذكياء زي ما قلنا، صعب جدا ارضائهم، وعندهم اراده حره، واحيانا بتجيلهم نوبات غضب شديده وسمات متسلطه نتيجه لان الاخرين بيقابلوهم
يعني لا ان ده عنده ولازم ان هو يطيع. واحنا عندنا في التربيه بنربي اولادنا للاسف على مبدا الطاعه، انه ان الطاعه دي لازم تكون موجوده. نعم. واحنا عندنا قاعده مهمه جدا احب ان الامهات والابهات كلهم يعرفوها، ان من يشتكي يعني هو اللي غلطان. يعني ايه القاعده دي؟ يعني احنا ما بنشوفش العيب اللي فينا ولكن بنشوف عيوب اولادنا بس. فاحنا دايما بنشوف اللي في عين العيب اللي في اولادنا ولكن بنسقط عيوبنا عليهم. الحقيقه ان احنا بنسقط عيوبنا. فالاب والام هنا لازم يكونوا واعيين من الحكايه دي. ممكن جدا يكون الاب هو العنيد، هو المتسلط، هو او الام، ويكون هو اللي اسلوبها في عند وتسلط، وبالتالي بتسقط ده على اولادها. فبالتالي طبعا ربنا سبحانه وتعالى علمنا الدعاء اللي بيخرجنا من المشاكل اللي هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فبدايه لازم انا اشوف نفسي اولا انا بعمل ايه، لان طول ما بقول ان ابني بيعاند يبقى انا بسقط عليه وافضل متمسكه برايي وعنيده، وبالتالي هذا الاسقاط. فمهم جدا ان احنا نعرف اول قاعده وهي من يشتكي هو الغلط. نعم. اذا دكتوره عزه، من حديثك استلخص بان من اسباب العناد للابوين دور كبير في عناد هذا الطفل او هذا الناشئ، وكذلك ذكرتي بالنسبه للوراثه، الناحيه الوراثيه، هل التنشئه يعني التنشئه الاجتماعيه، المحيط الاسري له كذلك اثر؟ طبعا من الاسباب اللي بتخلي الطفل عنيد زي ما قلنا انه متولد كده، دي نمره واحد. تاني حاجه ان البيئه اللي عايش فيها، يعني مثلا انا في العياده بيجي لي مثلا مشاكل اسريه زي ايه مثلا؟ مرة مثلا الأم جت وقالت أنا بنتي عندها 13 سنة وهو بتعاندني في كل شيء ولا تطيع الأوامر في أي شيء. فأنا قلت لها طيب أنا هشوف البنت. فلما شفت البنت قلت لها أنت ليه بتستخدمي أسلوب العناد؟ يعني وليه ما بتطيعيش مامتك؟ أنت مش بتحبيها؟ قالت آه أنا بحبها ولكن أنا أطيع مين؟ أمي طول النهار في المولات أو بتتكلم في التليفون مع صديقاتها أو على السناب أو على الفيسبوك، مفيش أي اهتمام ولا أي مجهود بتعمله قصادي، فأنا ليه أطيعها؟ أنا كمان ليا شخصيتي وزي ما هي بتعمل أنا كمان بعمل، اللي هي المعاملة بالمثل. فطبعاً دي بتورينا نقطة مهمة جداً، إن كثرة غياب الأم وإهمالها في مسؤولياتها تجاه أولادها مثلاً وبيتها أو انشغالها بأشياء كتيرة، ده بيخلي الأولاد مش قادرين يعرفوا قد إيه الأم بتتعب، وإن هي مثلاً جايز بتعمل كده في أوقات معينة، لكن أحياناً في أمهات فعلاً بيكونوا كده. كمان جات لي بنت تانية وقالت الأم تانية وقالت لي إن بنتها عندها 7 سنين وهي عنيدة. قلت لها طب أنا عايزة أشوف البنت. قالت لي ليه تشوفيها؟ أنا بقول لك إن هي عنيدة. قلت لها طيب بس نشوفها بس 5 دقايق. فلما دخلت البنت قلت لها يعني أنت عنيدة مع ماما وما بتعيش الأوامر، مين هنا اللي عنيد؟ مين؟ مش هقول عليها. يعني هي اللي عنيدة. يعني هي هنا البنت بتشاور وبتقول إن الأم هي اللي عنيدة مش أنا اللي عنيدة. ومجرد ده بيبقى رد فعل، فلازم نتابع جدا لردود افعال اولادنا. مهم جدا لان العناد ممكن يكون كمان مش في مكان واحد، ممكن جدا يكون الطفل كويس جدا في المدرسه ومع قرايبه كلهم، لكن في البيت مع الاب والام في صفات اللي عنده ولا يطيع الاوامر. ليه؟ لان مثلا الاب الولد او الطفل يعني بيكون معترض على تصرفات الاب والام زي البنت الاولانيه، او الولد لما يجي الاب ويتجوز واحده تانية بيكون الابن معترض داخليا مش قادر، هو كابت ده، والكبت ده بيولد عنده الاحساس بان هو غضبان وان هو مش عارف يعبر عن رايه. فايه الاسلحه المتاحه ليه؟ السلاح الوحيد المتاح ليه ان هو يعني هو ده السلاح اللي عنده، كل واحد له أسلحته، الطفل أسلحته إنه يعاند في الأشياء اللي بيرفضها،
هو رافض ان الاب يتجوز واحده ثانيه. ليه اللي هو مش فاهم، هو مش فاهم يعني ايه يتجوز واحده ثانيه، ولكن هو فاهم ان كان له اب عنده 4 معاه ومسؤول عنه ومهتم بيه 24 ساعه، دلوقتي بقى عنده ربع اب او نص اب. فطبعا ده برضو من المشاكل الاسريه، من الاسباب الكتيره اللي يعني اللي بتؤدي الى ان الأطفال يحسوا بالعند ويتصرفوا بالتصرف دوت. كمان التربية الخاطئة، يعني الأم والأب أحيانا بيدللوا الطفل دلال زائد، يعني كل طلباته مجابة، خاصة لو كان طفل أول أو طفل وحيد أو ولد وسط بنات، فبيحصل فيه نوع من أنواع الدلال الزائد. العلماء لقوا إن الدلال الزائد وال القسوة أو الزائدة الاثنين بيؤدوا إلى عجز. الطفل كمان بيزعل جدا لما الأب والأم بيقارنوه بين الأطفال التانيين. يعني الطفل لو الأب والأم قارنوه بين إخواته أو بين مثلا ابن خالته ابن عمه أو البنت دي أجمل، بنت خالتك كذا وانتي كذا، ده المقارنة دي لا تؤدي إلى تحفيز الطفل إطلاقا، وإنما بتؤدي إلى تدمير ثقته بنفسه. طيب أنا الطفل ده أمانة عندي، الطفل ده مش ملكك، ولا ده لازم قاعدة تانية أقولها للأباء، الطفل ده مش ملكك، ده ربنا مديهولك هدية، لازم تعامله باحترام، تعامله كأنه حاجة كبيرة، مش تعامله إنه تابع ومجبر على إنه ينفذ الأوامر ومكره على ذلك. لا، فإذا لو انا جيت قارنته، انا كده بدمر ثقته بنفسه خالص، ان انت ولا حاجه. بالفعل دكتوره، هو برضه هيرجع يعمل ايه؟ سلاحه ايه؟ زي ما قلنا سلاحه العند. طب انا مش هعمل لك اللي انت عاوزه، طب لا اي حاجه، لا هو كده وخلاص. الحقيقه دكتوره عزه، الحقيقة دكتورة العملية التربوية هي عملية تشاركية بين الأم والأب، وتحتاج إلى حوار. من خلال حديثك استلخصنا هذا الحوار وأهميته، وعدم توجيه النقد الهدام لهذا الطفل أو حتى الأبناء، لأن كل ما كانت مرحلة النقد الهادم تؤثر بطريقة عكسية على نفسية هذا الابن وهذه البنت، لذلك نحتاج إلى تقارب أكثر، تعارف أكثر. للأسف الدكتورة عزة انتهى الوقت، لكن بإذن الله نلتقي معك عن قرب ونكون بموضوع آخر نتناوله في برنامج حديث المساء إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام برنامج حديث المساء لهذه الليلة، ونلتقيكم بإذن الله بحلقة أخرى بالغد. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، أما الآن أترككم مع لقطات منطقة وادي الحلو في هذه الأجواء الرائعة لهذا اليوم. مع السلامة.